مهندس حسن فريد ساعة انه منتخب مصر في الوقت الحالي كنت موجود فيه مع برادلي انه يطفشك تحديدا. انت بتقلب المواجع احمد، عايز يطلع تجربه. الكابتن حسن نايم بقاله بقى 6 شهور بعد ما ساب الاشراف، والراجل في حاله هدوء تام. ليه بتعايزين تقلبوا المواجع يا احمد درويش؟ لا يعني عدي بس على الحته دي، اصل دي حقبه مهمه كده اتدفنت بهزيمه. لا هو يمكن انا ما يعني من كتر الضغوط بتوع ال4 سنين ومفيش دوله ومفيش اتحاد ومفيش ومفيش وهم كمان نواياهم ما كانتش كويسه، فما كنتش بسكت يعني. كنت بتكلم وكنت برد وكنت يعني عايز مصلحه المنتخب يعني. فده ما كانش بيعجبهم يعني، وخصوصا ان هو من اول يوم، هو اول يوم جه مشرف قال انه هو ما بحبش مدربين الاجانب يعني. قلت له الوضع قائم والراجل كويس وخلاص ونحاول ان احنا نساعده عشان الكل يعني. فبقى انت عارف بقيه القصص والعراقيل والحاجات اللي كانت بتحصل يعني. لكن الموضوع ده احنا نسيناه يعني خلاص. برادلي ولا كانت الدنيا صعبه؟ صعبه جدا طبعا، صعبه مع التفكير اللي موجود عندنا انه ما فيش حد زي بره مثلا ممكن حد يتغلب، لكن يخلوه مثلا زي ديلبوسكي لما طلع من الدور الاول وضرب 5 في كاس العالم وكمل على اساس انه الراجل بيبني الفرقه، قالوا لا انت تبني الفرقه. وما عندناش التفكير ده مع تقل الهزيمه 6 كتير، ما حدش يستحمل انه يقدر ياخد قرار زي ده في مصر. ما حدش يقدر يستحمل انه ياخد قرار زي ده. وبتشوف بقى دلوقتي كابتن ضياء السيد لما كان موجود مع برادلي، ولا كابتن شوقي غريب وكابتن علاء نبيل، ولا هيكتور كوبر وكابتن اسامه نبيل، مين اللي فرصه دول افضل مع الفترات المتلاحقه دي؟ هيكتور و كوبر. كوبر واسامه. واسامه طبعا. ليه؟ لا هم يعني كوبر اشتغل ما كانش متسرع، شوقي كان مستعجل انه يحقق حاجة بسرعة علشان يثبت انه جدير بالمكان. ما كانش، كان دايما لما بتحصل حاجة الاستعجال ده في اول حاجة وقع فيها اول مباراة فقد اتزانه شوية، بقى يسمع للإعلام، بقى يرمي على اللي قبله يعني، بقى يرمي على اللي قبله. ترمى عليكم كتير. كتير يعني، انا واخد الفرقه على المحاره، انا واخد الفرقه على مع انه لكن انا كان نفسي تجربته تنجح، لان شوقي مدرب كويس. كان بعد تحت التيشيرت مع بمناسبه اللي بمناسبته. لا ما هو انت الفخ يكمل، ما هو احمد درويش ما يبقاش اصل هو بيلبسك انت في الحيط. لا اصلا عارف، بس انا مستنيك انت تقول. ما انت عارف. لا لا ما اعتقدش، ما كانش فيه ده. كان كل الناس مركزه تركيز تام. وانا فاكر كان معانا حتى كان طاهر وزيد وزير، وكان جايب فانيلات للجمهور مكتوب عليها مصر وبتاع، وفانيلات بيضاء ومش عارف ايه والحاجات دي، واحنا كنا شايفين قدامنا عشان تقول لي فانيلا عليها شعر. كل الناس كانت شايفه مبتدا دوت كوم.